دايما ذكر بتلفظ دايما ذكر بتلفظ يتميز بالمواهب ويتحدى في المصاعب يطمح الأعلى المراتب دايما ذكر بتلفظ دايما ذكر بتلفظ درن 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 وكان الكلام من الفضاله دي يلا عنديش درن هلا والله مرحبا هلا الله الله هي غزال اجدك على من يعني ما تتوقع اي ابشر بس سعد ابشر والله بعزك 24 ساعه وهي جاهزه عندك بس ها عاد لو وصيك سلم مسلم اسلمك البحث وتسلم لي انت خابره دره الريال ينطح الريال يلا عاد طش اعطيتك وجه يلا كم باقي 104 ريال باقي لي بس واحد 3 5 6 7 8 9 10 باقي لي بس 29 9 69 9 كم باقي لي انا عرفت ليش سقطت استاد الرياضيات واحد رياضي باقي 96 ألف بيصير معي 100 ألف ريال واقدر اتزوج واقدر افل الامه واقدر اشتري سياره واشتري لي عزبه ابى اروح للبضو اكشت هناك هلا والله ما اسهله يا اهل البيت اقلط يلا حي يا اهل البيت بتجون ولا ندخل مطولك اقلط يلا حي هلا والله بالعيال هلا هلا يلا عطش هذا ما يحتاج يسلم عليك هلا 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 حياك الله تفضلوا بدون قهوه يا اخوان ما نبي قهوه احنا جايين نبي غداء هذا والله ما استحنا وجينا نبي غداء ايش بغيتوا ها ابشر الغداء بس عجل وش بغيت بس ايش بغيت انت كويس ايش بغيت اول شيء نبي غداء بعدين نستعجل يا الغالي والله مستعجلين بعدين يا ولد المطبخ ما في شيء رز ما في طيب حنا مستعجلين ايش بغيت شوف يا نواف حنا نبي متابعين بتويتر بس نبي متابعين ابي اصير مشهور يا نواف متابعين شرطين ابي اسوي اعلانات هذا اضطر يتشرط اسلم ابي شرطي ها اول شرط مجاني هذه نكته ولا شرط مجاني ثاني شرط اسمعن بس ما نبي متابعين اجانب يعني نبي متابعين عرب سعوديين عشان اجيت اسوي اعلان ما حد يقدر يصيدني حنا اخويا والله اللي تعاقبت وياه من غير شر الله احنا والله العظيم تنطحون الريال الريال ينطح الريال وصلي وجعني وعلى اصبع باخذ عوض كم 500 ريال 500 اخويا ب 500 والله اخويا الزمن ما عاد في شيء اسمه اخويا 500 الدره ما تعرف اخويا يا اخوان بس 500 بس 500 500 هاي ها 500 هاي ها لا اجنا اتضحكون يعني على حقتي بل 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 وش وش يجيب لك الدرامي وي 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 تعال طش طش وي طش لا بارك الله فيكم لا بارك الله فيكم من عيال حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة الا بالله أحو. إنا لله وإنا إليه راجعون أحو أحد مات اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تعال 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 اقر وأنا أبوك اقر ايش يقولون أبو سعيد الجلدة ايه. أنا أبو سعيد الجلدة شوف ايه. كم فاتورة الكهرباء حق 3 شهور لا إله إلا الله كل هذه لا إله إلا الله عشان ذا بالله يقرأ لي كم؟ 140 ريال 3 شهور اي كهرباء الرياض كلها على حسابي؟ لا اله الا الله لا شوف 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 الماي 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 حق سنة حق سنة 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 30 ريال اسقي اهل الرياض انا انت حتى الطير ما تسقي انا لله وانا اليه شوف شوف مغسلة احنا ما عندنا الا 3 ثياب ثوبي وثوبك ثوب اخوك كيف كم؟ 29 ريال حق شهر اغلى من الماء من الماء إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه يبا يبا خل خل عطني الله يرحم والديك إنا لله يبا يبا روق المانجا يبا الصباح الخير يبا ودو عس نعم يا إيش هالعشطة يبا 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 اسمع يبا أنا اخلص يبا يعجبني اللي فهمني يبا حاضر حاضر صبري صبري قهوة شاي أبشر أبشر, ابشر والله بسعدك ابشر ابشر والله بس سعد كيف بس صب لي هواء والله هذا الجود من المسرح اللي نقدمه خلص ما في شيء يبا خلص
إيبا أبي فلوس. فلوس. إي والله. فلوس. إي والله. فلوس. 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 فلو. ما في فلوس. تكفى. ما في فلوس لا بارك فيك يا إخوان. والله إني أبي فلوس إيبا. إيبا تكفى والله إني أحتاج. عطي الفواتير. هذا الفواتير خلنا حرق قلبي. شوف لا تحرق. خلنا حرق قلبي. اسمع. خلنا حرق قلبي يا شوف. طيب اسمع. اشوف اشوف الله يسلمك. إيبا إيبا بس أبي 200 والله 200 بس. شو 200 بس 200 ريال. مكافأتك وين هي؟ يبا مكافأتي ما في مكافأة. وين مكافأتك؟ يبا أنا طالب عندي احتياجات أغراض مقالم دراسة كل شيء. خذ خذ من أخوك الموظف. أخوي ما عنده إلا أطفال ما يقول تدري وش يقول؟ يقول راح تتسلفني من عند أبوي. إي والله أبي 200. شبك تدري؟ عليكم السلام ورحمة الله. وصل طير البحر وصل. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور الشروق. شلونك؟ يلا حية ترى جب جح. اسمع اسمع شو يقول؟ يقول جاب جحة. أول واحد يجيب جحة. الله يخليك لي. أول العام في رمضان ما جبت لكم جحة؟ علمه علمه نص جحة وما كل علمه بالكيلو ما قعدت عنده لنص كيلو. كرم كريم يبا أنا طالع عليك كريم. اخلص 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 انت وياه اخلص. مساك الله بالخير. يبا أنت تدري إني موظف وأداوم بسيارتي. سيارتي خربت يعني إذا ما توظفت ما في فلوس. إذا ما رحت للدوام ما في فلوس. فيعني عادي فلوس. نعم أبي فلوس أصلح سيارتي. ما أسمع. فلوس فلوس بصلح سيارتي. أنا أدري إنك تسمعني بس طاري فيه فلوس ما تبي تسمع. دامك داري إن طاري فلوس ما أحبه. تجي تطلب لي فلوس ليه؟ موظف موظف حسبي الله عليك هالشوية ذا القرد. الله يشغلكم من عيال. الله يشغلكم غزاي. الله يشغلكم من عيال. قم بك قم قم. آه يا قلبي يا قلبي. غزاي تدري ان ابوي جلده غير كذا بخيل بغض النظر عن انه ابونا عادي. انا صراحه عندي عرض مستحي اعرضه على ابوي. كم كم شو علمه العرض ايش؟ انا قريت لي اعلان. اعلان ايش؟ اعلان من رجل اعمال قوي جدا. الرجل اعمال اسمه شرشبون. شرشبون. شرشبون شرشبون ما غيره. تعرفه؟ لا والله. وش عنده؟ طيب ليش؟ اعرف شرشبيل بس. واضح لك تعرف شرشبيل. انا كنت حاص. في رجل اعمال قدم عرض للي يتبرع بجزء من كبده له. فحنا كم شخص بالصاله؟ احنا 33 يطلعون فينا شرانين علينا. زين اثنين يطلعون ببعض. ها الاثنين يطلعون ببعض ما تنطبق عليهم الشروط. ايوه. واحد يطالع فاتوره محترقه تبده هي اللي تنطبق عليه الشروط. ابوي ابوي اسكت تمزح انت يا ولد ترى ما اقدر اقلك. ما هو وقت مزح. ما هو وقت مزح يا غزاي. نخنق اسمع الموضوع مثل ما قلت لك. تدري مقابل ايش هالقطعه الصغيره من الكبد؟ وش مقابل؟ ارض في شمال الرياض. ابغى احسبك في الطشني. لا ارض في شمال الرياض. ايوه. وقصر ومليونين وسيارة مو غالية. فارهة. لا تمزح. والله في ذمتي. والله في ذمتي. ابن المشمشون. بنصير شيوخ. قصر بشمال الرياض وسيارة مو غالية فارهة ومليونين. ومليونين مليونين. صادق انت وتمزح؟ والله العظيم. تدري اروح. مساك الله بالخير مرة ثالثة. مساك الله بالخير مرة رابعة. وجع وجع المرة الخامسة. وجع ليه؟ وجع يوجع بطنك انت وياه. ايش تبون تدندرون راسي؟ ايش تبون؟ شلونك يبا؟ شلونك؟ شلونك؟ يبا 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 بابا احضبها احضبها. الله يخليك لي. تمون والله تمون. يبا انا صراحة حياة الفقر اذتنا جدا والله العظيم. هذا شكل موظف في 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 مكان رايق. هذا شكل طالب جامعي ما يصلح يبا. هذا شكل ابو. لا لا تقولون لا تقولون فلوس. فلوس ما عندي فلوس. مو فلوس. افتحوا اي موضوع افتحوا اي شيء طاري فلوس لا تطرون. تدرون ان ابوكم اسمه ابو سعيد الجلده. ايش معناها يعني؟ جلده جلده. اختصر الوقت. في رجل اعمال يبغى مساعده بسيطه منك بس فلوسه كثر الرز فلازم نساعده. ضحكتني. يقول يقول فلوسه كثر الرز يبي مساعده من الجلده. ايش تحكي جنبه يعني؟ لازم نساعده يبا ضروري نساعده. عادي نساعده؟ انا ما ساعد ما اقدم مساعدات.
زين انت لازم تسمعنا. انا ما بلازم اسمع. قوم انت وياه. قوم انت وياه. قوموا قوموا قم. الله يسلمكم. لا مره هذا ابو عيال. هذا عوض الوجيه. شوف انا لله وانا رجوع. ايش الحل؟ انا اعلمك الحل. ابونا مو بخي جلده قعيطي صح ولا؟ هو عندك خيارين. ها يا يعني نروح المسجد نشحذ او ندخل عليه من الباب اللي هو يحبه. فلوس فلوس. ابوي يحب الفلوس. لازم ندخل عليه من هالباب. مقتنع مقتنع. الله لا يعوقب شر. ارواح له. مساك الله بالخير مره سابعه. مساك الله بالخير مره ثامنه. وحطبه عاشره. لا حو هذه ولايتها. وحطبه. شو عندكم تتساسرون؟ شو عندكم؟ والله ودي اقول لك حاجه. انت لازم تسمعني حتى لو ما تبي تساعد. اسمعني. ايش رايك في ارض في شمال الرياض وقصر ومليونين وسيارة مو غالية سيارة فارهة؟ اي والله. سيارة ايش؟ فارهة مو غالية. مو غالية فارهة. كل هذا لك. لي انا؟ العب غيرها. العب غيرها والله. العب غيرها. اسمع قبل شيء تقول مسجد ما مسجد. ناوي تبنون مسجد؟ لا لا والله النية ان كنا نبي نشحذ في هالمسجد. ها؟ النية نشحذ يعني بدون نشحذ لانك انت اشتري فيها قريبة. تشحذون في مسجد؟ عيال ابو سعيد يشحذون في المسجد ولا يعلمون ابوهم؟ لو يشحذ. لو وش هالابو اللي بدون وجه؟ قم قم. بس السالفه اللي كنا نقولها ان ترى بتجيك ارض اذا قررت تسمعنا. ارض في شمال الرياض وقصر ومليونين وسياره فارهه وقسم بالله ونزوجك بعد. ها؟ ها؟ قصر. هاك 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 الفواتير. قصر مهرمة. وأرض في شمال الرياض وسيارة مو غالية وسيارة فارهة. فارهة مو غالية تخيل. وبيت. إيه قصر وبيت ولا بيعمل بيت مليونين. أنت قلت بيت لأنك فقير لكن قصر. قصر إيه. وبصير أبو سعيد إيه؟ الغني إيه. أبو سعيد اللي قلطونه في إيه؟ صدر المجلس إيه؟ اللي يضرب المكية إيه؟ زهقت من الزوايا المجالس. أنت متخيل؟ لكن يبون منك حاجة بسيطة مقابل بسيط والله. نعم مقابل بسيط. قطعة صغيرة منك مرة صغنونة. قطعة صغيرة مني صغنونة بالحين. بياخذ زر؟ لا زر وش يبي بالزر؟ الرجال مع فلوس كثر الأرض ياخذ منك زر؟ صح اي كلام منطقي. كلام صح اي. شو يبي؟ يبي صراحة قطعة صغيرونة مني. مني مني. الله يغير منكم من عيال. فهمت علينا؟ والله ورساني طاري فلوس. انا ايش القطعه اللي يبيها؟ قطعه هي ما هي ما هي يعني بالراس عشان ترتاح ولا هي بالرقبه ويعني مي بالراس؟ ولا في الرقبه ولا بالصدر. ولا بالصدر؟ غير كذا يحتاج متبرع. انساني؟ لا انساني؟ لا لا ما هي بالراس ولا هي بالرقبه ولا هي بالصدر. ولا بس لا 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 يبا وين راح تفكيرك؟ لا في تقييم. لا يبا ابوكم. لا ان شاء الله. لا هي قطعه صغيره قلنا لك من هنا. من هنا الله يغرب لكم. قطعه صغيره مو لا لا اكيد لكم تخافون على سمعه ابوكم. اي والله احنا بدنا نخاف على سمعتنا الحين. طيب شوف هذه تلاها ما موت. ما راح تموت. قل له ليه ما راح يموت؟ لانه مليونير يعني بوديك افخم المستشفيات وافخم الاطباء وافخم الدكاتره كل شيء يعني ما تدري وش تحس. بس اكيد في الم. ألم بسيط راح تحس بإبرة فقط. بس إبرة فقط. بس تحملت أشياء أقوى من الإبرة. ومليونين. مليونين. وأرض. إيه. وقصر. إيه. وسيارة. إيه. فارهة. مو غالية. أكيد ما موت. ما راح تموت. ما راح تموت. لا. شو الغلط؟ شو الغلط كذا؟ بسرعة 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 بسرعة.